مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بضيف الأستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. صباح الخير عليكم، منورنا. صباح الخير عليكي وصباح الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس. أنا كل أسبوع يبقى عندي ضيف أقول له أحداث ساخنة طبعا ببقى فاكراها حاجة مختلفة، هو بجد إحنا على طول عندنا أحداث في الكورة. الإثارة والجدل ما بينتهوش من الكرة المصرية أو من الوسط حقيقة. الكروي في مصر عموما. دي حقيقة جدا. طب هبدأ معاك بالحدث الأهم ممكن طبعا. دلوقتي، وهو إعلان الكابتن حسام حسن عن القائمة اللي هتكون موجودة في الجولتين المتبقيتين من تصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا اللي إحنا أوريدي الحمد لله متواجدين فيها ومتصدرين والدنيا إيه ماشية بشكل جيد. تمام. ولكن برضو أكيد في تعليقات ممكن تحب تكون بتقولها، خصوصا إن في لاعبين بعينهم كنا متوقعين إن هم يكونوا موجودين، أبرزهم طبعا طاهر وحسام عبد المجيد. صحيح طبعا، هو دلوقتي حديث ساعة وانطلاق معسكر منتخب مصر. الانطلاق ان شاء الله هيكون النهاردة ظهر اليوم، بداية معسكر المنتخب. اعلن كابتن حسام حسن طبعا عن القائمة زي ما حضرتك استعرضتي وقلتي. كان القائمة ديت ابرز ما فيها، وده كان يعني معروف للمتابعين بشكل عام ان في اكتر من غياب، تحديدا محمد صلاح كانت في فرصة لراحته من المباراتين دول. زي ما انت قلتي المنتخب حسم تأهله خلاص، 4 انتصارات، صدارة المجموعة، العلامة الكاملة، نتائج اكثر من رائعه ونظافه شباك للمنتخب المصري. فكان فرصه ان يبقى المعسكر ده اعداد وتجهيز لصف تاني او اسماء جديده للمنتخب، حتى من الاسماء اللي كانت بتبقى دايما التواجد بس تاخد فرصتها للمشاركه كاساسيين. هنلعب ان شاء الله مع كاب فيردي خارج الارض الاول يوم 15 ان شاء الله، 15 نوفمبر الجاري، ثم نرجع نلعب او نختتم الجوله السادسه مع بوتسوانا في استاد الدفاع الجوي مش في استاد القاهرة، لأنه تم نقل المباراة، لأن لسه استاد القاهرة بيعمل الإصلاحات والأرضية والبذرة الشتوية زي ما الناس طبعا متابعة. أول مباراة كاب فيردي هيغيب عنها محمود تريزيجيه ومروان عطية رغم وجودهم في قائمة المنتخب اللي تم إعلانها، ولكن هم طبعا حاصلين على الإنذارات فهيغيبوا للإيقاف. أكتر أسماء مستنية انضمامها تحديدا مركز قلب الدفاع، لان مركز قلب الدفاع بيغيب عنه محمد عبد المنعم، اصابه خفيفه وفرصه ان هو بقى يكمل وجوده مع نيس وتالقه ويتاقلم اكتر واكتر. بصراحه تخطى محمد عبد المنعم رهبه البدايات، وتخطى فكره البدايه الصعبه وتصريحات المدير الفني لنيس الفرنسي ان لسه في اختلاف كبير وفرق كبير جدا من النقله من الدوري المصري للدوري الفرنسي، ودي لاي لاعب مش بس لمحمد عبد المنعم، نجح فيها واجتازها بشكل اكثر من رائع وبدا يكون موجود اساسي وبيلعب، ففرصه ان هو يتعافى بقى سريعا ويعمل الاستشفاء من اصابته ويكون موجود اكتر مع نيس. وايضا الثنائي رامي ربيعه وياسر ابراهيم كان على الاقل احدهما موجود في المعسكر الحالي للمنتخب، ولكن بسبب الاصابه ايضا هيغيب. فكانت الناس كلها مستنيه كابتن حسام حسن هيضم مين في مركز قلب الدفاع. زي ما حضرتك استعرضت طبعا قلت كان اسم حسام عبد المجيد مع تالقه الفتره الكبيره الاخيره دي، السوبر الافريقي، نتائجه مع الزمالك، بدايته مع الكونفدرالية، بيتطور بشكل فردي بشكل أكثر من رائع. حسام عبد المجيد أحد نجوم قلب الدفاع في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، واعد جدا وموجود، فأصبح تواجده طبعا في القائمة لأول مرة مع كابتن حسام حسن. وأيضا بينضم محمد ربيعة ومدافع بيكتشف دايما كابتن حسام بيحط كده عينه على أكثر من لاعب، كان من الاسماء اللي منتظر انها تنضم. طبعا ايضا من المصابين خالد صبحي، لا وده سبب، وبرده اصابه رامي ربيعه بالتاكيد فادى برده فرصه للاسم رامي وياسر ابراهيم وعبد المنعم وخالد صبحي، كل دول غايبين عن مركز قلب الدفاع، فكانت فرصه ان ينضم محمد ربيعه ويظهر مع المنتخب في الوقت الحالي. ولكن لما هتساليني عن رايي الشخصي انا مين هيكون قلبي الدفاع في المشاركه الاساسيه، اتخيل ان حمدي فتحي واللي بيوظفه كابتن حسام حسن في المعسكرات الاخيره وفي الفتره الاخيره كقلب دفاع هيكون بجوار حسام عبد المجيد في المكان ده. ضمن الاسماء ايضا عوده بقى لعمر كمال، كان عمر كمال مش دايما في الحسابات الاساسيه للكابتن حسام حسن، ولكن مع اصابه اكثر من لاعب وكان انضم فتره بديل لاحد اللاعبين المصابين من المعسكر، فبينضم دلوقتي من القائمه الاولى اللي موجوده. وايضا طاهر مع تالقه الكبير جدا واللافت النظر مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، تسجيل اهداف، صناعه اهداف، بيلعب في اكثر من مركز سواء جناح او راس حربه، جوكر في الفترة الأخيرة، فبصراحة انضمامه كان انضمام أيضا طبيعي جدا للمنتخب. دي أبرز تقريبا الأسماء اللي كان عليها الكلام، حسام عبد المجيد، محمد ربيعة، طاهر وأيضا عودة عمر كمال للمنتخب. ممكن نشوف في ظل يعني هو كده كده كابتن محمد الشناوي موجود في القائمة، ولكن ضمن نظرية راحة بعض اللاعبين ممكن نشوف في حراسة المرمى حارس آخر هو اللي بيشارك؟ كان ديت حسابات الجهاز الفني، واعتقد ان مشاركه الشناوي في مباراه كاب فيردي هتكون نوع من انواع ان يبقى في قائد في الملعب، لان زي ما قلنا غايب تريزيجيه،
فمحمد الشناوي هيكون هو الترتيب كباتن المنتخب او ترتيب قاده المنتخب، هيكون موجود طبعا. ومباراه بوتسوانا هي اللي ممكن تشهد حارس اخر سواء كان مصطفى شوبير او محمد عواد، الاثنين بيقدموا بصراحه اداء جيد جدا في الفتره الاخيره في المباريات مع سواء مع النادي الاهلي او مع نادي الزمالك. دي حقيقه. كان في بعض اللاعبين الناس كانت مستنياهم، المحللين كانوا بيتوقعوهم وما ظهروش. اكيد انا احنا بس نسينا نقول كمان ان محمود زلاكة وهو من النجوم الجيدين جدا واللي ظهر بشكل رائع مع سيراميكا في الفتره الاخيره انضم ايضا للقائمه. كان في اكتر من اسم، في امام عاشور رغم ان في اعلان من جانب بعض المصادر يعني من النادي الاهلي ان في اصابه بسيطه ممكن تبعده ايام بسيطه، ولكن اتخيل ان هو هيقطع لاشعه ويطمن على وجوده، اعتقد هيكون سليم ما عندوش اي مشكله. وايضا حسين الشحات، الاسمين دول هم اللي اتردد كلام كتير ان هم ليه مش موجودين، كذلك عمر جابر في مركز الظهير الايمن في نادي الزمالك، وخصوصا مع اصابه محمد هاني الناس كتيره بتقول ليه ما انضمش عمر جابر. وفي اختيارات المنتخب بالمناسبه لما بنشوف قائمه الكابتن حسام، موظف محمد شحاته ظهير ايمن وموظف احمد نبيل كوكا ظهير ايسر بديل لمحمد حمدي، فالناس بدات تقول طب ما ناخد الاسماء اللي هو اللعيبه اللي بتلعب في مركزها ده اللي بتلعب في مركزها. عوده فتوح على سبيل المثال ومشاركته مع الزمالك في الفتره الاخيره كانت ممكن فرصه انه يرجعه تاني للملعب، خصوصا ان الماتشين تمام مش عايزين نقول تحصيل حاصل بس يسمح فيهم. برافو عليك. يسمح فيهم ان هو ادفع واجرب اكثر من عنصر. دي الاسماء اللي موجوده، واتخيل ان كابتن حسام مش هقول مش على وفاق بس هو رؤيه فنيه واختيارات فنيه تحديدا للاسمين حسين الشحات وامام عاشور مش هم اللي في دماغه قوي، او مش هم اللي شايف عندهم الحميه والاداء القوي مع المنتخب، فممكن يكون اختياراته الثانيه في معظم العناصر. وزي ما قلنا فرصه انه يدي لزلاكة يدي لطاهر. ابراهيم عادل بالمناسبه بيتالق بشكل رائع جدا مع الكابتن ما شاء الله عليه، ربنا يكرمه يا رب في الفتره اللي جايه بفرصه جيده. اتمنى ذلك، واتمنى ان احنا كل انديتنا تفتح الباب بقى للاحتراف اكتر واكتر عشان نشوف اسماء كتيره موجوده، زي ما احنا بنستمتع جدا بعمر مرموش في الدوري الالماني وفي الدوري الاوروبي واهداف هنا واهداف هنا ونجم الدوري دايما وبيبقى موجود في التشكيل المثالي. محمد صلاح محقق ارقام قياسيه كتيره جدا وبالامس بيكمل بيصنع هدف وبيسجل هدف، فعايزين نشوف ده في اكتر من مكان بقى، في دوري اسباني في مكان هنا في مكان هنا. ان شاء الله مع فتح باب الاحتراف اكتر للاعبتنا نشوف ده في الفتره الجايه. يعني ابراهيم عادل لاعب محترم وهادي، فان شاء الله يكون خير سفير للكره المصريه في ايا كان الدوري اللي هيكون بيوصل له باذن الله. لو الدوري اسباني حلو كده يبقى عندنا سفير في الدوري الاسباني ان شاء الله، ربنا يوفقه باذن الله في الخطوات القادمه. هل ممكن لعيبه من اللي احنا ذكرناهم كلعيبه اول مشاركه مع الكابتن حسام نشوفهم بيحافظوا بقى على مكانهم، ولا في ظل ان احنا بنقول ماتشين مقللين شويه من اللعيبه اصحاب الخبرات ومريحين بعض اللعيبه بجانب اصابات، فاول ما الدنيا دي تتحل نلاقي اللعيبه دي نفسها بتخلص؟ هي حاجه محبطه قوي. صحيح. شوفي هقول لك على حاجه، يعني خلينا نكون واقعيين، من الاربع او الخمس اسماء اللي احنا قلناهم اتخيل ان مفيش غير حسام عبد المجيد، هي مش محبطه والله بس يعني نقول يعني زي ما بيقولوا برؤيه فنيه، اتخيل ان حسام عبد المجيد بس هو اللي ممكن يكون مؤهل انه يكمل في معسكرات قادمه. ليه؟ مش لسوء مستوى، بس احنا بنقول ان طاهر وزلاكه بيلعبوا على مراكز الاجنحه، المركز اللي ده مليان فيها اوريدي ناس كتير، فيها صلاح، فيها مرموش، فيها تريزيجيه، فيها اسماء جيده جدا، فيها مصطفى فتحي، فيها زيزو لما يرجع من الاصابه، فهيبقى صعب ان هم يكونوا مكملين وموجودين، رمضان صبحي لما يرجع برضه، يعني اسماء كتيره جدا في المركزين دول الاجنحه الهجوميه هيبقى صعب جدا. ايضا في مركز قلب الدفاع هيكون صعب ان محمد ربيع يكمل، واعد وكويس ومستواه طيب وكل حاجه، بس مع عوده عبد المنعم، مع عوده ياسر ابراهيم، مع عوده ربيع، الوحيد اللي ممكن يكون بيحاول يناوش وبيكون موجود في القصه دي هيكون حسام عبد المجيد في مركز قلب الدفاع. وما ننساش حاجه كمان، ده في اسماء كبيره في مراكز ايضا ممتلئه بالملعب، بدا الجهاز الفني بيفكر بقى فكره احلال وتجديد على مستوى الاعمار اللاعبين، يعني احنا بنقول احمد حجازي مش موجود، بنقول محمد النني مش موجود، بنقول سام مرسي مش موجود، اسماء كتيره. ولكن انا عارف كويس جدا رؤيه ورغبه الجهاز الفني في فكره النزول بمعدل اعمار اللاعبين، وان انا بجهز اسماء تبقى موجوده معايا تكمل في بقى مونديال 26 وبعد كده في الجيل اللي جاي، لان احنا لو اعتمدنا بس على ولادنا الكبار ونجومنا الكبار هيبقى في عندنا فجوه وازمه، ممكن نقع في سنه او في سنتين لو نفتكر بعد ما كنا ابطال افريقيا 2006 و2008 و2010 وقعنا ثلاث بطولات امم افريقيا بعدها بسبب فكره الاحلال والتجديد دي. فحسنا فعل الجهاز الفني ان هو بيبدا يجهز العناصر من دلوقتي، واعتقد هي سياسه ناجحه جدا في الوقت الحالي باذن الله. طيب بعيدا عن افريقيا، فرص
منتخبنا في التأهل لكأس العالم بقى. طبعا نفكر الناس برضو احنا متصدرين مجموعتنا، المنافسه نسبيا مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ما اقدرش اقول منافسه شرسه لان الطبيعي بالرؤيه الفنيه وبالقوام وبالسكواد وباسماء اللاعبين وبالشكل اصلا كاس العالم اللي فيه مقاعد اللي كتيره يعني تسع منتخبات، ما ينفعش ان انا يكون عندي تسع مقاعد ونص زي ما حضرتك قلتي لافريقيا، او على الاقل التسع مجموعات بعيدا بقى بعيدا عن الملحق التصفيه الثانيه والتصفيات الطويله لان هي دي، اصلا معقده. ما ينفعش ما اكونش متصدر في مجموعه زي دي. زي ما قلنا هو في منافسه، بس منافسه نقدر نقول نسبيه مع بوركينا او غينيا، بس هم هيوقعوا بعض في المواجهات بتاعتهم. احنا متصدرين 10 نقاط، اعتقد ان احنا مع الجولات الجايه ان شاء الله هتكون في مارس، الجولتين الجايين 5 و6 هتكون في مارس، اتخيل ان في شهر مارس هنكون فارقين باريحيه اكتر من الوضع الحالي ومتصدرين وبنكمل مشوارنا للمونديال. يعني اعتقد مؤكد ان احنا ما ينفعش نناقش فكره هو احنا هنوصل ولا لا، احنا محتاجين نناقش فكره هنعمل ايه هناك. في مونديال امريكا ان شاء الله. اعتقد ان شاء الله نحاول نفكر ما بعد ذلك، وان احنا نشوف بس مجموعتنا ونقدر نتخطى الدور الاول كمان باذن الله. بنتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذا التوقف الدولي وفي كل بقى الخطوات القادمه، وباذن الله مجلس جديد هيكون بيدير الاتحاد المصري لكرة القدم، المفروض يكون طبعا بالتنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر في توفير ايه للكابتن حسام والطلبات والمعسكرات والماتشات الودية، كل بقى طبعا. الملفات دي كلها حاجات متعلقة ببعض، كلها حاجات يعني كأنها يعني النجاح مرهون بيها. فإن شاء الله تكون المنظومة بالكامل بتساعد منتخبنا الأول والمنتخبات الأخرى. كنا لسه في بداية الحلقة كمان بنتكلم على التحديات اللي هتكون بتواجهها في هذا الشهر، شهر نوفمبر. نروح للزمالك تمام. ملف سامسون أكينيولا اللي كان طبعا يعني اداره او مجلس اداره النادي الزمالك بيحاول طبعا بيسعى بشكل كبير جدا ان هو يكون بيفسك العقد بشكل في تراضي تقسيط المبلغ المتبقي. سبوت. الموضوع اتحسن، فاحكي لنا كده عن بعض الكواليس. انا بس عايز في نص دقيقه قبل حكايه كواليس سامسون اكينولا، انا عايز اقول ان يعني كان الله في عون مجلس اداره الزمالك الحالي اللي وارث تركه ثقيله جدا جدا وديون كبيره جدا جدا في وقت صناعه كره القدم بتحتاج فيه فكره فلوس بس. الفلوس والقوه الشرائيه دي صعبه جدا. انا دلوقتي مش عشان اشتري لاعب بدفع فلوس، انا عشان اتخلص من لاعب بدفع فلوس. انت متخيله ان انا مجرد بتخلص من لاعب سيء عندي وواخد مكان لاعب اجنبي وما بيشاركش عشان امشيه محتاج ان انا اوفر له وادفع له فلوس. اكينولا كان ليه مبلغ يتخطى المليون و100 الف دولار، الراجل يعني باجتماع مع الكابتن حسين السيد مشكورا عضو مجلس اداره ان هو قدر يوصل لاتفاق زي ده، اللاعب تنازل تقريبا عن حوالي 700 الف وحوالي 598 الف تحديدا. ده المبلغ يعتبر بتاعه لعيب اجنبي طيب جدا. علشان هو يعني انا مش عايز اقول ده، بس احنا لازم نحط حاجه بقى في لوائح كره القدم، الانديه الحكوميه والانديه اللي فيها راس مال حكومي وميزانيه للمال العام لازم الادارات تتحاسب. لازم انا ما ينفعش نادي الاسماعيلي دلوقتي بيعاني، نادي الزمالك النهارده بيعاني، اجيب لعيب واحط له رقم كبير وما التزمش بالتعاقد معاه وما التزمش بالتعاقد، فاتفاجئ بان خالد بوطيب ليه فلوس، اتشيمبونج ليه فلوس، شيكابالا عنده ازمه مع البرتغال من سنين، محمد ابراهيم عنده ازمه من سنين، كل الحاجات دي. طب الناس اللي اخطات اداريا على مدار المجالس اللي فاتت لازم تتحاسب، علشان الزمالك جماهيره بتعاني دلوقتي انها نفسها تجيب لعيب ومفيش، يعني تحت شعار كده ما باليد حيله، لان الزمالك عمال يدفع ضريبه سنوات وسنوات ماضيه. متفق معاك ان اللاعب مش هقول طيب، بس هو احترافيا فكر ان هو مش هياخد فرصته في الزمالك وخلاص، هيبقى لاعب احتياطي ثالث او رابع مع كثره المهاجمين في نادي الزمالك، فهو اختار ان هو يبقى لاعب فري في يناير يمضي لاي نادي ويحصل على مستحقاته. جدوله المستحقات على مدار سنه وفيها بنود، بالمناسبه ديت برضو من خلال مصدر في الزمالك فيها بنود الزاميه على نادي الزمالك انه لو اتاخر في اي وقت هيبقى فيه فوائد وغرامات على النادي، لان هو اللاعب برضو كان حابب ان هو ياخد مستحقاته بدل ما هي متاخره طول الفتره اللي فاتت. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك ان يبقى فيه بديل جيد لسامسون اكينولا، واعتقد برضو الانباء بدات تتردد دلوقتي عن النيجيري او الانجليزي من اصول نيجيريه اوفي ايجاريا، هو لاعب حر صفقه انتقال حر يسمح بضمه في اي وقت من الاوقات، ولكن
بسبب ان نادي الزمالك بيستبدل مش بيضيف، ان قائمه الاجانب كانت مكتمله في نادي الزمالك. فالزمالك هينتظر ليناير المقبل ان شاء الله علشان يكون جاهز لقيد يوفي ايجاري. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هنكمل بعض الملفات الاخرى مع نادي الزمالك، وبرده هنروح للنادي الاهلي في حديثنا مع ضيفنا النهارده الاستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام، برحب بحضرتك مره تانية يا استاذ عبد الحميد. خلينا نكمل بعض ملفات نادي الزمالك قبل ما نروح للنادي الاهلي. في اكتر من لاعب وتجديد العقود، صحيح زيزو مسلوسي، يقول لنا كده سريعا. هو دلوقتي بس الملف الشائك شويه مع سيف الدين الجزيري، الزمالك متفق معاه على كل بنود التعاقد، ولكن هو مش اولويه قصوى لاداره نادي الزمالك او لملف نادي الزمالك. الزمالك عنده مهاجمين كتير زي ما قلنا، فالزمالك محتاج ان هو يبص الاول في الملف ده يا ترى يجدد ليكمل او يفعل الاتفاق على تمديد عقد السيف الجزيري سنتين ولا لا. احمد سيد زيزو ملف كبير جدا وصعب، خلينا نكون متفقين، وسيعاد من جديد فتح ملف الاحتراف لاحمد سيد زيزو في يناير. هل الاولويه او هل هينجح نادي الزمالك في ان هو يوفر المطالب الماديه لاحمد سيد زيزو من خلال اداره نادي الزمالك ومن خلال بعض رجال الاعمال المتبرعين ولا مش هيقدر؟ الكلام لزيزو رايح على الخليج ولا رايح على فين؟ اكيد اكيد في الخليج، لان عايز اقول لك على حاجه برضو، فكره الانتقالات الاوروبيه في يناير بتبقى صعبه شويه. من داخل الدوري المصري، ولكن في الخليج ممكن سواء في السعوديه او في قطر. اعتقد هو ده الكلام عنهم هيكون اكتر شويه عن زيزو، وخصوصا ان ده كان هم العرضين المتاحين لي في الوقت السابق او في بدايه الموسم. زيزو كان مفروض في بيان طلعه اللاعب وبيان طلعته اداره نادي الزمالك ان هناك رغبه من الطرفين بتمديد التعاقد. طب ايه العقبه اللي واقفه؟ هو الاتمام في الجزء الرتوش الماديه او الوصول لقيمه ماديه مناسبه لواحد من اهم واكبر نجوم الفرقه في الوقت الحالي ومن نجوم الكره المصريه في اخر 3 او 4 سنين. فهي دي العقبه اللي هتكون موجوده، هل الزمالك هيقدر يلبي المطالب الماديه ولا لا؟ فعشان كده انا بقول لك في يناير هيعاد من جديد فتح ملف احتراف زيزو، هل هيكون موجود ولا لا. المسلوسي الزمالك متواصل معاه الاتفاق، ولكن فكره توقيع بقى التعاقد ممكن بعد العوده من منتخب تونس، لان هو منضم في الاجنده الدوليه الحاليه للمنتخب التونسي. دي ابرز الاسماء. دونجا وعبد الله برضو. عايز اقول لك على حاجه، الاسماء الثانيه اللي هي سواء بقى بنتكلم في شيكابالا، هل هيبقى في سنه ولا ممكن يقرر ان هو يختتم حياته الكرويه؟ هل عبد الله السعيد هيتمدله سنه ولا سنتين؟ دي كلها نقط ما هياش مثيره للقلق بالنسبه لاداره نادي الزمالك. قد ملف زيزو بالتحديد، علشان زي ما قلنا نهايه عقده في نهايه الموسم الحالي، يا ترى هيعمل ايه في يناير؟ هي دي النقطه اللي هيحاول يحلها نادي الزمالك، وخصوصا ان الزمالك عدى مرحله صعبه، يعني كان ممكن اداره الزمالك متخوفه شويه انه يتم احترافه قبل السوبر الافريقي، دلوقتي ممكن القلق ده ما يكونش موجود ويحصل انفتاح شوية على العروض لو هي عروض مناسبة، وخصوصا ان الزمالك محتاج ضخ مالي وفلوس كتيرة للأزمات الكتيرة اللي بيعانيها. طيب نروح للأهلي. تناول إدارة النادي الأهلي لملف علي معلول. شوفي، عايز اقول لك حاجه، طبعا انا ملتزم شويه في النادي الاهلي بالتصريحات الرسميه، وخصوصا الكابتن محمد رمضان لما خرج واكد ان الملعب هو اللي هيكون فيصل لعلي معلول. بالمناسبه علي معلول متضايق شويه، متضايق شويه، وده ظهر كمان في تصريحات وتويتات نشرتها زوجة اللاعب، ان هو هيكون واقف على رجله من جديد سواء في المكان اللي موجود فيه او في مكان تاني، فيها نبرة ان انا متحدي وراجع. نقول ان علي معلول الاول على المستوى الطبي في خلال 10 ايام ان شاء الله من دلوقتي هيكون جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية، بالتالي فعلي معلول بعد الاجندة الدولية هيكون تحت عين المدير الفني. يا ترى يكمل ولا لا؟ الاهلي عنده ازمة في ان امتلاء القائمة الاجنبية بالاجانب، وده اللي خلاه يبيع القندوسي بشكل نهائي بدل ما هي اعاره للسيراميكا، ده اللي خلاه مش قادر يجيب عناصر ثانيه، ده اللي خلاه ياجل ملف المهاجم الاجنبي وهو في حاجه ملحه لمهاجم راس حربه قوي بجوار اسامه ابو علي، ده نظرا لقناعات مارسيل كولر، رغم ان انا بشكل شخصي شايف ان اداء طاهر وشايف ان اداء كهربا كافي ان هو يكونوا بدلاء جيدين وجيدين جدا لاسامه ابو علي، ولكن مارسيل كولر حابب ان يبقى فيه مهاجم قوي بجوار اسامه ابو علي. بيان رسمي من النادي الاهلي اكد ان المهاجم الاجنبي هيكون ملف مفتوح في يناير، وايضا من الكابتن محمد رمضان اكد ان الملعب هو اللي هيكون فيصل في ملف علي معلول. فالنقطه ديت هيحددها
مستوى علي علي معلول معلول في نفسه الفترة هو اللي الجاية من هيقدم. هنا من دلوقتي ليناير. أكيد بنقول له إن شاء الله الحمد لله على سلامته، لعيب طبعا كبير جدا جدا وقدم جدا، كتير للنادي الأهلي، قدم كتير دي للنادي حقيقة. الأهلي وعلى سقف فكرة اللاعب المحترف في الدوري المصري أصلا يعني. مظبوط. وعايز أقول لك إن معلول تحديدا مش بس قيمته كلاعب، قيمته كشخصية وقائد داخل الفريق بتفرق جدا مع الفريق. بكل تأكيد يوسف أيمن من اللاعبين والصفقات الجديدة للنادي الأهلي. مظبوط. الجمهور يعني ضغط على اللاعب، بينتقدوا بعض الشيء، هل ممكن النادي الاهلي ما يفعلش بند الشراء ولا النادي الاهلي مش هيكون بيلتفت لده، خصوصا ان اللاعب يعني لم يختبر يعني اختبارات كتيره يعني. صحيح. شوفي، هو قولا واحدا الاهلي هيجيب مدافع في يناير بنسبه كبيره. اشرف داري اصاباته متكرره، ويبدو انا ما بحبش اقول قول نهائي في الحته الطبيه، ولكن يبدو ان هو في الملف ده ما بحبش اقول اصابه مزمنه ولكن اتكررت كتير، واللاعب احتاج للكورتيزون اكتر من مره في تحديدا في الاصابه دي، فربما يبدا الاهلي يبص في دايره اشرف داري، وخصوصا ايضا داري ويوسف ايمن اعارات، فاحنا ممكن بقى نتكلم بقى هنا مين مكمل مين مش مكمل، هنشوف حته. ياسر ابراهيم بيتصاب ولكن اصاباته مش متكرره قوي، ولكن النادي الاهلي محتاج لمدافع صريح، لان توظيف خالد عبد الفتاح كمركز مساك ممكن ما يكونش حل دائم للنادي الاهلي، ممكن يكون حل فقط استثنائي في الوقت الحالي، فالنادي الاهلي هينظر لملف قلب الدفاع في يناير بنسبه كبيره جدا. واعتقد لو في فرصه من خلال بقى بنود التعاقد لعوده يوسف ايمن وقطع اعارته في يناير ممكن تكون مطروحه امام اداره النادي الاهلي. اعتقد لو كان في التوقيت ده مفيش توقف دولي وكان في ماتشات، النادي الاهلي كان هيبقى بيعاني جدا في الدفاع. مظبوط. لان رامي ربيعه مصاب وياسر ابراهيم مصاب واشرف داري مصاب ويوسف ايمن بينتقد، فهتلاقيه برضو التركيز مش احسن حاجه. فلما الناس حتى بتقعد تتكلم، لا النادي الاهلي عنده لعيبه وعنده صفقات وعنده، بس مهما كان لا طول الوقت انت محتاج بقى معرفش وعايز اقول لك كام ان لعيب في كل ارتباطات مركز النادي الاهلي كمان الكتيره والقويه سواء في دوري ابطال افريقيا او في نهايه كمان تستهلك 25 اللعيبه. كاس العالم للانديه ديت التارجت اللي قدام النادي الاهلي، وفي ديسمبر القادم في انتر كونتيننتال في قطر، فكل الحسابات ديت موجوده في راس الجهاز الفني، فمؤكد ان المركز واضح ده ان هيكون يناير هيكون في بعض الصفقات، برغم ان السوق مش بيكون مفتوح قوي واللعيبه اللي بتبقى متاحه مش عددها كبير ولا بتبقى افضل لعيبه كجوده، مظبوط. بس يعني هنشوف النادي الاهلي هيتعامل ازاي. اخيرا عشان اعتقد خلاص الوقت جري جدا، لو عندك اي تعليق على الملف التحكيم وتداعيات الموقف فيما يتعلق ببيان من النادي الاسماعيلي وطلب في اطار بيان يعني تم ارساله برضو من قبل نادي سموحه. شوف، عايز اقول لك على حاجه، يعني كان الله في عون اللجنه التحكيم الجديده بقياده كابتن ياسر عبد الرؤوف، مش هيقدروا يعملوا حاجه في خلال الشهر وكام يوم اللي هم موجودين فيهم. المفروض نهايه ولايتهم مع بدايه المجلس الجديد في 10 ديسمبر هتنتهي، هيعملوا ايه؟ ان انت عندك النهارده كل الانديه تقريبا في ملفات مشتركه في حته التحكيم. النادي الاهلي بيطالب بوجود خبير اجنبي، نادي الزمالك ازمه وتسريب ومشكله في مباراه الجوله الاولى ومباراه الجوله الثانيه، حتى في مباريات الاهلي اهلي وزد في جدل تحكيمي، في مباريات الاسماعيلي في الجوله الاولى فيها مشاكل والجوله الثانيه امام سيراميكا بيطالبوا بركله الجزاء، نادي سموحه حدد اسماء بالاسم، انا مش عايز الحكام دول، ده يعني مش موجود في اي حته في العالم ان انا اختار ثلاث او اربع حكام اقول ان دولت مش عايزهم يحكموا لي تاني في مبارياتي، وانبي كان قبل كده في الموسم الماضي عمل الكلام ده، اتخيل ان كل ده لما يحصل في جولتين اتنين بس ولسه هنستمر بقى في الجول في الدوري بشكله الاستثنائي، هتبقى معاناه كبيره جدا. كان الله في عون منظومه التحكيم، نتمنى التوفيق طبعا ونتمنى ان يبقى مستوى تحكيمنا افضل وافضل في الفتره اللي جايه. تحديات بالجمله في انتظار المجلس القادم اللي يتم الاعلان عنه بعد تصويت الجمعيه العموميه، نتمنى لهم التوفيق، نتمنى ان اللي هيدير يكون هو الاصلح وصاحب الكفاءه الاكبر واللي هيكون قادر على صناعه الفارق في توقيت شفنا فيه اخفاقات للاسف كتيره جدا جدا ومحبطه لحاجه الناس بتعشقها اسمها كوره، فجزء كبير جدا من الحزن اللي ممكن يدخل على قلب واحد مش في الشارع بسبب خساره فريقه او خساره منتخب بلده، فان شاء الله الفتره اللي جايه تكون احسن للكوره. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وقفتنا واستمتعنا جدا بالحديث معاك. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفت ان انا كنت في ضيافتك. يومك باذن الله حلو. الاستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي كان في ضيافتنا النهارده، تحياتي موصوله لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وباذن الله غدا يتجدد لقائنا مع حضراتكم، الى اللقاء.